حتى والله حتى جوج دو روح وبجوجهم بسميتك بجوجهم بسميتك. اخواني لا دابا سلام عي لابي ليفرور قال لي وصلوك جوج كارطونات من اليوتيوب ومن دابا 10 دقائق راه غادي نوصلهم لعندك. قلت له كيفاش اخي جوج كارطونات ديال اليوتيوب؟ قلت له راه خصني وصلنا غير كارطونه وحده اللي فيها الدرع ديال اليوتيوب اللي عرفتي. قال لي لا وصلوك جوج ديال الدروع ديال اليوتيوب وبجوجهم فيهم نفس السميه ديالك ونفس العنوان ديالك. صافي بقيت مندهش شويه وانا نقول له شكرا اخويا من توصل عيط ليا. قال لي راه 10 دقائق راه غيكون دابا راه باقي ما جاش. دابا البلان على صورت هذا الفيديو حيت دابا كيفاش يوتيوب انا ما كنظنش انها تخطا وتصيف جوج دروع ديال اليوتيوب. انا عندي واحد الاحتمال واحد هو ان داك الدرع الثاني درع يكون ديالي انا بسميتي مات الشرفي والدرع الثاني يقدر يكون تخربقوا في العنوان وكانوا غيصيفطوه لشي يوتيوبر واحد اخر اللي يكون في المغرب. يعني البلان كيفاش دابا غادي نعرفوا القصه كامله ملي غيصوني عليا غادي نهبط عنده غنطلعهم وغادي نحلوا الدرع قدامكم هنايا وغادي نشوفوا السميه الاول غنلقى فيه مات الشرفي راه غنعرفوا ديالي. لقيت فيه شي سميه ديال يوتيوبر اخر غادي نقلبوا دابا عليه في يوتيوب وغادي نعيطوا ليه وغادي نديو ليه الدرع ديالو. اما الا كانوا بجوج فيهم السميه ديالي راه ما عندي ما ندير ليه ربي رزق لي. هادشي دابا بديت نقلب في اليوتيوب على شي واحد واش طاري لي هذا البلان وصلوا جوج دروع ديال اليوتيوب بالخطأ. ما كاينش هالإنسان الواحد في العالم اللي غلطات في يوتيوب ما بين بزاف ديال البشر اللي في العالم كامل فايتين 100 ألف أبوني أنا الواحد اللي غلطة فيه وصيفطوا له جوج ديال الدروع. شكون هاد النمرة هادي اللي كتعيط ليا دابا؟ كبا؟ هو نسيت أنا عندي عقل حمامة وبقى فيا الحال. يلا دابا عيط ليا الإخوان غادي نهبط دابا ونكتشفوا واش بصح كاين شي جوج دروع ولا هاد السيد خطأ ولا شي حاجة وغادي نطلعوا وغادي نحلوا داك الشيء قدامكم أنا على المباشر يعني مع مصداقية. ما كاينش بقاو على القرص. Later. والله حتى جوج دروع وبجوجهم بسميتي بجوجهم بسميتي وبجوجهم فيهم العنوان ديالي يعني راه ما فهمتش انا كيفاش. غنصيفط واحد النداء ليوتيوب. هلو يوتيوب واي يو سند مي تو لايك ذيس اي جاست هاف وان شانل واي لونجلي نقيه لونجلي نقيه. واش نتوما باغيين تضحكوا معايا اليوتيوب؟ واش دير لي البرانك؟ واش يكون شي يوتيوبر اخر الخوت ديالو هذا وغلطوا في هذا العنوان؟ الله اعلم. نحلوهم دابا قدامكم ونمشي نجيب الموس ونجي. انت كيفاش هذا البلان؟ واحد صاحبي عنده 100,000 ابوني صدقات عنده 200,000 ابوني عنده جوج القنوات فيهم 100,000 عرفتي شحال واحد مسكين تيحلم بهاد اللقطه وانا جاوني غراتوي فابور. يا الله الدرع الاول الاخوان هذا اول الله القرايه صافي والله ريحه القرايه. اما انا عطيني واحد الوريقه عرفتي تبان لكم ورقه المشهوره يعني ما كاينش اللي ما شافهاش وهنا عاوتاني تيشكرونا هنايا وينال على الخدام. اخوان الدرع فيه مات الشرفي. هذا الدرع ديالنا هذا شتو هي راه مكتوبه هنا مات الشرفي هذا ديال القناه هذا فيهم نتوما وصافي هنا كاين هذا الشيء وما بقى والو ما كاين لا فلوس لا والو زعما صحاب الناس يصيفطوا لنا شي 1000 دولار ولكن الاخوان راه الكاليتي ديالو شحال تعذبنا عليك الخوط. ترى من 2017 انا تلعب نوصل 100,000 مشترك واخيرا وصيفطوا لي جوج دروع. دابا نحلوا الاخر هو اللي غيكون فيه الجواب فهمتيني؟ حيت اش ما يمكنش هذا الشيء كيتسنى تخربر. تصيفط لي انا جوج ديال الدروع كاين مسكين اللي كيحلم غير بواحد اصاحبي. ها انتم غادي نحلوا عاوتاني هذا. شنو كتوقعوا شي يكون شي سميه ديال شي يوتيوبر واحد اخر؟ شي راه ما يمكنش. تا هو نفس الشيء. ريحة الكتوبة. وهذا شوف 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 مصيفط ليا بالعربية. او ماي جاد واو يا الغدار بدا مصطفى الغربي. كتعرفوا شي يوتيوبر سميتو مصطفى الغربي؟ مصطفى الغربي؟ ما سمعت بشي واحد مغربي في مصطفى الغربي. مصطفى الغربي كاين المصطفى كيقرا القران ماشي هو. غنديرو في كاتيجوري غادي نعزلو الشان. كاين مصطفى الغربي ولكن عنده 4 ابوني ما يمكنش تكون انت. ما كايناش الاخوان شي قناه فيها 100,000 مشترك فيها مصطفى الغربي. اخوان غندير واحد النداء من هاد القناه. الا كنتي كتشوف هاد لا فيديو سميتك مصطفى الغربي صيفط ليا ميساج في انستغرام ولا غادي نشوف كيفاش غتعطيني الدليل ان قناتك فيها 100,000 مشترك وباللي انت طلبتي الدرع وغادي نصيفطو لك اخواتي لعندك فين ما كنتي في المغرب في الخارج في اي بلاصه راه غنصيفطو لك. واش يختوني شنو مكتوب فيه؟
تشوف فيه محمد الشرفي اللي هي سميتي مات الشرفي هي سميت ديال اليوتيوب ومحمد الشرفي هي سميتي انا. كيفاش جاوني جوج ديال الدروع وانا عندي قناه واحده فيها 100,000 مشترك؟ غادي نقول لكم دابا الاخوان راه ما كاين حتى شي غلط، يوتيوب راه ما تغلطش، تغلطش في هذا الشيء فهمتي، هي ما تغلطش شي حاجه فيها الفلوس وخسر الفلوس. حتى على حساب ما تيقول لك يتقام عليهم بالدرع واحد $150. علاش كتكذب؟ علاش تكذب؟ وانتوما غادي يغلطوا في هذا الشيء؟ شو بونس با وقف هذا. او لا لا او لا لا كيجي مالك كيجي الطبيحه والله ما يمكنش. المهم الاخوه البلانو ما فيه هو ان قبل ما ندير هاد لاشين كانت عندي واحد القناه وحده اخرى اللي فيها 260,000 ابوني، كنت كنستهدف بها العرب وما كنتش كنبين وجهي، يعني توصلت ل 260,000 وجا داك القانون ديال يوتيوب وحبسوا لي المونيتيزاسيون، قالك لا ما كنتيش كتبان نتايا بوجهك راه ما يمكنش تكمل فيها. صافي حيدت الفيديوهات القدام كاملين وبديت كنبان فيها، كنبان فيها انا وما فيهاش كاع التفاعل حيت الناس ما كانوش ابوناو على وجهي انا، وفيها 260,000 ابوني. ودابا دازت عليها شي 4 سنين ومع 3 سنين ما عاودتش حطيت فيها حتى شي فيديو، يعني الفيديوهات التفاعل ديالهم طايحين، كاينين شي وحدين يطلعوا ولكن ما كانش داك الكونسيبت عاجبني اصلا انا. ومن وصلت في هذه القناه ل 100,000 مشترك بقيت تنقلب على كيفاش نقدر نطلب الدرع الفضي. في ديك اللحظه من طلبته قلت علاش داك الشيء ما طلبتش فيه الدرع الفضي ديالها، وانا نجرب وندوموندي. هضرت مع السيبور ديالهم قلت لهم راه هاد القناه راه ما وصلناش فيها الدرع، فيها 260,000. قالوا لي اسمح لينا يمكنك طلب الدرع الان. هي هذيك اللي درت فيه سميتي محمد الشرفي، وهذا درت فيه مات الشرفي. وبالنسبه اسم القناه اللي بغيتو تعرفوا الاخرى حيت راه حاط فيها اكثر من 200 فيديو ديال وجهي انا، من الاحسن وما تلقاوهاش حيت كونتو للاخوان كنضرب العربيه الفصحى حتي راه واحد الحاله الله يستر. راه بزاف منكم هنايا مابونيين وراه عارفينها وكانوا متبعيني تما وجاو عندي هنا، ولكن راه ما غاديش نقولها ونتمنى ما تقولهاش في لي كومونتير الاخوان. صافي خليونا مستورين. لا لا ما بغيتش ديك القناه بلا ما تبدو علينا الحرام يبقاو يطروا عليهم فينا حتى هما عاوتاني تما. سمحوا لي درت لكم هذا البرانك غير بغيت حيت ما فهمتي نجبدوا ونوري لكم في حال هكا راه ما كاين حتى شي فائده فهمتي، ملايين ديال الناس اللي دايرين عليها. انا قلت نديروا شي حاجه اينيك نشطوا بها شويه ونضحكوا. هذا الشيء اللي كاين وصلت حتى لهذه اللقطه عندك يضربوني بشي كوبي علامه انا لو كنت تتنازل عليكم الموسم احلينا بها الدرع. ها يوتيوب انتم على سباد لقيتها. ولو وصلتوا حتى لهذه اللقطه هذه كتبوا لي في الكومونتير ما خلينا ما درنا صاحبي نميله الفريميجه دبانه كتبوا لي ثلاجه طافي. حنا كنبغيو نعرفوكم الاخوان هاد مدوش هاد الاسباء كنبغي نعرف واش نتوما كتكملوا الفيديو، باش هادوك اللي كيكملوا الفيديو والله حتى كنبدا نعقل عليهم وصافي كنبقى نعرف بلي الناس راه كيقدوا يشوفوا الفيديوهات ديالي كامله ما بقاوش مزروبين بحال هكا بحال تيك توك وانستغرام. وما تنساوش تابوناو باش تدخلوا في الدرع ديال المليون حتى تصافر عمر تدخلوا فيه 100,000 واحد ديال هذه القناه. الناس اللي تابوناو مورا 100,000 هذوك راه يدخلوا في الدرع المليون. نوصلوا ليها زعما ما انا ما وصلوش ليها عادي ان شاء الله نوصلوا ليها في 2025 2024 مشيت 2025 نوصلوا ليها ان شاء الله. ويا ربي غلطوا عاوتاني يوتيوب يصيفطوا لنا جوج ديال الدروع ديال المليون وصافا ضحكنا معاكم صافا بالله يبلع ودير لكم شي مقلب هذا كاع ايك اخويا العزيز ايك اخويا.